شراكة لمكافحة التلوث الصناعي ولتمويل صناعات صديقة للبيئة. التفاصيل بهالتقرير. تعاون صديق للبيئة بيجمع جمعية الصناعيين مع وزارة البيئة وبيسمح للمؤسسات الصناعية أنه يحصلوا على مساعدات تقنية وحوافز مالية ليقوموا بمشاريع خضراء مثل الاستثمار بالطاقة الشمسية أو الصرف الصحي للمياه أو فلترز للهواء، وهيدا عبر مشروع مكافحة التلوث لاباب. ليباب بيقدر يعمل دعم تقني للمؤسسات الصناعية من دراسات بيئية من تدقيق بيئي، وليباب بيقدر يسهل الحصول لقروض مدعومة من مصرف لبنان بفوائد 0%. بنقدر ناخد لونز ابتداء من مبالغ 20 أو 30 ألف دولار لما عندنا سقف للقروض. مؤسسات الصناعية بدأت انخراطها بالمشروع على الرغم من الصعوبات اللي عم بيعاني منها القطاع الصناعي. نحن حابين نعلن يعني التزاماتنا البيئية علنا، وحابين أنه نلاقي لها حلول مبرمجة من ضمن استراتيجية واضحة. مع الوقت نقدر نحن أكبر عدد من صناعيين لبنان يكونوا ملتزمين بالبيئة كلياً. نحن عنا مسلخ دواجن، وللتخلص من النفايات الصلبة فأنا مشروع هو تحويل النفايات الصلبة لأعلاف. نحن عم نتعاون بمشروع ليباب اللي هو بيعيد تدوير الإسفنج والفضلات والنفايات لأسفنج عادي، يعني فينا نسوقه. إشارة إلى أنه أي مصنع مهتم بيقدر يستفيد من برنامج ليباب من خلال التواصل على ويب سايت وزارة البيئة. باجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار على ضرورة تعزيز دور المغتربين بوطنهم، خصوصا من ناحية تفعيل نشاطهم الاقتصادي والاستثمار بلبنان من أجل دعم الاقتصاد.